مستمرين معكم بباصل خير برحلتنا لليوم، ومعنا راكب جديد بدنا نحكي له رمضان كريم عليك. يا الله أكرم، أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ شو بتخبرنا أوضاعكم وأحوالكم بشهر رمضان؟ والله إن شاء الله الله يجيب يعم الخير لكل الناس، وإن شاء الله الأجواء كتير منيحة في رمضان وحلوة، وإن شاء الله يعني الناس تخبر بالبهجة ويصيروا الناس يزوروا بعض والناس تحب بعض، ورمضان بتعرف شهر الخير وشهر الغفران، والله يجيب الخير لكل الناس إن شاء الله. ما تعرفنا على حضرتك؟ أنا اسمي نافس القواسمي من القدس بس عايش بعمان. أهلا وسهلا فيك، شو مجال عملك هون؟ والله مجال عملي تاجر، يعني بوزع أقمشة، ما أقمشة كنب ما كنب. هلا انتوا كنتوا من وين تستوردوا؟ من سوريا ولا؟ نستورد من امريكا، الولايات المتحده. طبعا الاوضاع في ركود في البلد، ما في الشغل مش زي اول، فالله يجيب هالشغل. في ارتفاع اسعار عليكم ولا زي ما هي الاقمشه؟ ارتفاع الاسعار، الكل بيعاني من هذا الارتفاع، يعني تاخذينيش بالكلمه، خف الشغل علينا كثير، الاوضاع واقفه لها اكثر من 3 سنين 4 سنين، والعالم كلها بتشكي، مش بس احنا، جيراننا، اي محل بتلاقي الناس حتى بتشكي من اسعار الغلاء، فكل الناس الله يكون بالعون، والناس اوضاعها كتير تعيسة وتعبانة، وان شاء الله الله يجيب الاوضاع يضبط الاوضاع. كم ولد عندك؟ والله عندي بنتين وولد. ابنك قلت لي هو ما بيحكي صح؟ عنده تأخر نطق؟ اسمه هذا ما بيحكي، جديد بلش يحكي، له سنة ونص، عنده تأخر نطق، يعني إن شاء الله بصير يحكي بس بفهم، يعني بتطلب منه يعني أوامر طلبات بفهم يعني كل إشي، بس على المدى البعيد يعني شافوه دكاترة وهذا قالوا وضعه كتير منيح، فهذا أنا عارف إشي من الله. ما بيحكي ولا كلمة. كيفك محمد؟ قولي له شو اسمك. كيفك؟ شو اسمك؟ قول لك هلأ خربه بابا. شو اسمك؟ ولا شو اسمك؟ يلو بتحب عساف؟ محمد عساف. شو اسمك؟ شايفه؟ يلا شطور، الله يخلي لك اياه يا رب، ان شاء الله انه تتحسن اموره لقدام ان شاء الله يا رب. مسجله انت بمركز؟ والله مسجله بمركز التخصصي، بس انا اعطيته عطله لانه كنت بدي انزل على القدس، وبتعرفي عشان عطله البنات اخذوا وقت راحه، بس راحة زي ما بيحكوها، فأنا بحب كل سنة أطلع على بلد ما بلد، فعطلت، وإن شاء الله الشهر الجاي برجع على المدرسة. ولا تحسن كثير من وراء المدرسة، يعني لو ما وديناه كان عنده تأخر نطق، تعلم شغلات كثيرة، صار يحكي. يلا إن شاء الله يا رب الله يشافيه. حكينا طيب، أجواءك برمضان بعد الفطور كيف بتكون؟ والله أجواءي برمضان بتعرفي الواحد بعد ما يقعد ويفطر مع أولاده بطلع بعديها على تراويح، بصلي الواحد على التراويح، بطلع بياخد مرته وأولاده، بشم الهوى، بروح بزور الأهل الأهالي، فبتعرفي هذا رمضان شهر الغفران وشهر حلو. لك قرايب موجودين هون؟ في إلي خالات وخوال، بس أهلي بالقدس. أنا كيف عاداتنا وتقاليدنا قريبة منكم برمضان؟ والله عاداتكم كتير منيحة، وكتير شعب راقي، شعب الأردني. أنا بحمل هوية القدس، يعني صار لي 17 سنة عايش بهذا البلد، فأنا بحب هاي البلد لأنه فيها هدوء وراحة نفسية، ما فيها أي مشاكل، وشعب راقي، وشعب بحب الخير للناس، والله يهدي هالأمور، وإن شاء الله هذه البلد تضلها سالمة وأمينة، وبلد كتير حلوة. طيب شو طابخين اليوم بتعرف ولا لا؟ والله في عندي بنات بيحبوا بيتزا، طبخنا يعني أمي محمد عملت لهم بيتزا. يلا صحتين وعافية وحلو، وشو بتحبوا؟ الله يخليكي. شو عاملين حلو؟ والله أنا شريت مبارح وربات، فبجوز اليوم ياكلوا وربات. يلا ان شاء الله تضلها ايامكم دائما حلوه، واحنا بنقول لكم رمضان كريم. الله اكرم، وكل عام وانتم بخير. بس بدي اسمع امنيه لك بشهر رمضان، امنيه هيك بتتمنى. والله امنيتي انه الله
يجيب الخير لكل الناس، وهالأوضاع في سوريا تهدى، لأنه هذه أمور كثير صارت صعبة، ومصر تتحقق أمنياتهم هالمشاكل، وإحنا بدنا نشوف الخير للناس. يعني دائما بتسمعي قتل وضارب وفيش حدا مبسوط في البلد، ودائما مشاكل. يعني ما بتفتح تلفزيون بتبطل واحد يحب يحضر تلفزيون، بحط يعني ما بطل له نفس بأي إشي. الله يعمل الخير على العالم إن شاء الله يا رب. مصر مصر هلأ قايمة، والله يجيب الهدوء فيها آمين. احنا بدنا نحكي لك رمضان كريم عليك، كل عام وانت بخير. شركة نعمان الجنيدي للصناعات الغذائية بتقدم لكم طرد مقدم من منتجاتها، كل عام وانت بخير. تسلمي وانت بخير، ينعاد عليك بالصحة والسلامة. أشكرك. راكب جديد معنا بباص الخير، نحكي له كل عام وانت بخير. تبقى الف خير، حياك يا الله، اهلا وسهلا. رمضان كريم عليك، شو بتخبرنا احوالكم برمضان؟ الله اكرم، الحمد لله مستوره وكويس الوضع، الحمد لله رب العالمين. تعرف عليك؟ عبد الله الزينات. عبد الله كم ولد عندك؟ عندي 8. ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم. كلهم عندك ولا في منهم متزوجين؟ كلهم عندي. نعم نعم. شو بتشتغل حضرتك؟ سايق حافله. كيف بتطلع منيح ولا الوضع المادي؟ لا الحمد لله، يعني وسط، خير الأمور وسطها، وسط يعني كويس الوضع، الحمد لله الحمد لله. يلا تمام الحمد لله. كيف شايف أجواء رمضان السنة؟ منيحة كويسة زي ما هي؟ أجواء رمضان الحمد لله كويسة، بس بتعرفي الوضع، وضع البلد ووضع يعني العالم شوية تعبانة شوية، بس الحمد لله مستورة. كيف شايف أجواء رمضان؟ بعدها زي زمان زي قبل؟ الناس بعدها عاداتها تقاليدها زي قبل ولا تغيرت؟ عادات في القرى بعدها زي ما هي، في المخيمات، في المدن لا، في المدن أبدا ما تلاقي اللي في العمارة بيعرفوش بعض، أما في القرى البدو والمخيمات كلها في بينهم رحمة ومودة وتآلف وبزوروا بعض. في المدينة طابق خمس طوابق ولا واحد بيعرف الثاني. نعم هي دائما حياة البساطة بتكون أحلى وأجمل. نتذكر هيك زمان وإحنا صغار كيف كنا نودي لبعض أكلات برمضان. هي مش حياة بساطة، هم الرجال هذول، هم اللي هم أهل البادية وأهل المخيمات، هم الرجال واللي بيعرفوا بعض، مش بساطة، هذا التواضع والتواضع لله، ولا هم الرجال فعلا. طبعا هم الرجال والله، وعندهم انا بحكي انه النخوه والعزيمه. صحيح صحيح. نعم نعم، عندهم النخوه والعزيمه وهم الرجال. قصدي انه دائما في حياه المدينه بتكون الحياه اصعب، هم عايشين بحياتهم على حياتهم زي ما هي ببساطتها، ما في تصنع بالحياه، لكن في المدينه في تصنع يمكن بالحياه. بلاحق تطورات العصر اهل المدينه، شو بشوف بده يصير زيه، شوف برا بده يقلده. احنا بدنا نعيش ونعيش اولادنا، وفي فرق. وبعدين هذا ما عنده وقت، بجوز انا عندي وقت، اهل القريه عنده وقت، اهل المخيم بجوز عنده وقت، اما هذا ما عنده وقت، موظف بيجي تعبان كذا الى اخره، بيطلعش برا بيته ولا يعني بتجامل مع ناس. الحياه اللي الحياه بدك تقولي حياة الناس مع بعضها، الاجتماعية تكون عندهم فاشلة 90% غير عن القرى والمدن. طيب احكي لنا كيف أزمة السير شايفها السنة برمضان؟ أزمة السير لأول مرة بتكون مزبوطة، لأول مرة ما في أزمة سير، في دوار الداخلية شوية ودوار المدينة، أما الباقي ما في. لاحظي أنت الشوارع فاضية، وضع رمضان والعالم بتكون تعبانة، ورمضان وقته طويل جدا 16 ساعة، وأكثر الأوقات بمضيها في الليل سهران والصبح بنام إذا ما عنده وقت. شو بتتمنى بشهر رمضان؟
بتمنى كل الخير للناس، كل واحد يكون مكتفي، لا إله ولا عليه، لا مديون ولا إله على الناس. احنا نحكي لك كل عام وانت بخير يا رب، رمضان كريم عليك وعلى عائلتك، وبدنا نقدم لك طرد مقدم من شركة نعمان جنيدي للصناعات الغذائية. كل عام وانت بخير. وانت بخير، وللشركة هاي كل عام وهي بخير ويخلف عليهم. خلصت رحلتنا لليوم بباص الخير، لكن الخير ما خلص معنا، مع نورمينا ومع الجنيدي. تابعونا كل يوم بباص الخير ضمن حملتنا يد بيد مع نعمان الجنيدي، عطاء بدون حد. ألقاكم بكرة، إلى اللقاء.